بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من قام رمضان. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه بالصحة والعافية والقبول والتوفيق، والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا يا رب. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيماناً بالله واحتساباً ابتغاء الأجر من الله غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فضل قيام رمضان إيماناً بالله واحتساباً. اللهم بلغنا ووفقنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات بالصحة والعافية. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا وارحمنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن شهاب رحمه الله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهما، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع، يعني مجموعات، متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط حول عشرة. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، إذا اجتمعوا وراء إمام واحد أحسن. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، جمعهم أن يصلوا خلف أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه. والمراد بالبدعة هنا يعني الشيء الذي حدث، وليس معناه البدعة التي هي الإحداث في الدين، فالبدعة في الدين باطلة، وإنما هذا يعني بالمعنى اللغوي، يعني الشيء الذي لم يكن وحصل، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل، قيام آخر الليل أفضل. وكان الناس يقومون أوله، أي أول الليل. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. وحدثني يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب
أخبرني عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني امتلأ المسجد حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أي صلى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد أي حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي مكانكم، أي أنا علمت أنكم اجتمعتم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض قيام رمضان فلم يخرج بعد ذلك رحمة بالأمة، وإنما حث على قيام رمضان كما تقدم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي 4 ركعات طويلة بخشوع وقيام طويل، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يعني 11 3 الوتر. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نحن إذا نمنا مضطجعين ينتقض الوضوء، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو يشعر بنفسه، فكان ينام ثم يصلي ولا يتوضأ، لأنه يعلم هل انتقض الوضوء أم لا. وأما نحن إذا اضطجعنا ونمنا انتقض الوضوء. قال الحافظ رحمه الله: قوله إيمانًا أي تصديقًا بوعد الله بالثواب عليه، واحتسابًا أي طلبًا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه. إيمانًا أي تصديقًا بوعد الله بالثواب عليه، واحتسابًا أي طلبًا للأجر من الله سبحانه وتعالى. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ليلة القدر التي شأنها عظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم لشأنها، ليلة القدر خير من 1000 شهر. قيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا تعدل قيام 1000 شهر، وألف الشهر 83 سنة و4 أشهر، خير من 1000 شهر. 1000 شهر 83 سنة
وأربعة أشهر، خير كبير وثواب عظيم. اللهم بلغنا ووفقنا بالصحة والعافية والقبول يا ذا الجلال والإكرام. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة رحمه الله: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، يعني الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم به، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. إذا قال وما أدراك يعني الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم بذلك. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. وليلة القدر يتحراها المسلم في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 في ليالي الوتر من العشر الأواخر، وأرجى ليلة هي ليلة 27. اللهم بلغنا ووفقنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت أي توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها أي قاصدها فليتحرها في السبع الأواخر. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، يعني عرف تعيين ليلة القدر ولكن نسي، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر 21 23 25 27 29. وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة أي سحابة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. فليلة القدر تطلب في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عبادة أي حديث عبادة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا أبو سهيل
عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا، أي اقصدوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور أي يعتكف في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور أي أعتكف هذه العشر يعني الأوسط، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي يعني العشر الأوسط فليثبت فيما اعتكف، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه مبتل طينا وماء صلى الله عليه وسلم. فتطلب في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وفي ذلك العام كان في ليلة 21. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا. وحدثني محمد أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور أي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. 9 تبقى عن ليلة 21، في 7 تبقى ليلة 23، في 5 تبقى 25، يعني في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في 9 يمضين أو في 7 يبقين. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: التمسوا في 24 يعني ليلة القدر. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، يعني الله عز وجل أخبر نبيه بليلة القدر وخرج يخبر الناس، فوجد الرجلان يختصمان فأنسيها، فالخصومات والمنازعات سبب للحرمان، فعلينا أن نحذر الجدال والخصام ونكون إخوانا متحابين في الله عز وجل. باب رفع
معرفة ليلة القدر لتلاح الناس، أي لجدال الناس ومخاصماتهم. حدثني محمد بن المثنى، حدثني خالد بن الحارث، حدثنا حميد، حدثنا أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان، أي تخاصم رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى، أي اختصم فلان وفلان، فرفعت، أي تعيينها، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، أي في الوتر من العشر الأواخر. فالمخاصمات والمجادلات سبب للحرمان من الخير، وعلينا أن نحذر ذلك ونتآخى في الله. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، يعني اجتهد في العبادة، وأحيا ليلة وأيقظ أهله، يوقظ أهله ليقوموا ويتقربوا إلى الله في ليلة القدر. كان يجتهد في العشر الأواخر أكثر من غيره في العبادة صلى الله عليه وسلم. باب الاعتكاف في العشر الأواخر. والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. والاعتكاف هو أن الإنسان يتفرغ للعبادة ويحذر من شواغل الدنيا، يعتكف في المسجد ويتلو القرآن ويذكر الله ويعمل الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله تعالى. وإذا اعتكف لا يجوز أن يقرب أهله ولو كان بالليل، لا يجامع زوجته حتى بالليل ما زال معتكفا. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده رضي الله عنهن. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة
ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر: 21، 23، 25، 27، 29. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، أي على جذوع النخل، فوقف المسجد، أي قطر المطر. فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. فتطلب في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. باب: الحائض ترجل رأس المعتكف. إذا كانت زوجتك حائض وأنت معتكف في المسجد، وهي حجرتها قريباً من المسجد، تدخل رأسك فتمشط رأسك ولو كانت حائض وهي في بيتها وأنت في المسجد. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه، يعني يدخل إلي رأسه من هو في المسجد، ويدخل رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، يصغي إلي رأسه وهو مجاور أي معتكف في المسجد، فأرجله أي أمشطه وأنا حائض. باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة. المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة كالوضوء والبول ونحو ذلك، ولا يقرب أهله. حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله أي أمشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً، يمكث في المسجد ولا يدخل البيت إلا للبول أو الوضوء ونحو ذلك، ولا يقرب أهله. باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، يعني في غير الاعتكاف، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، يعني هو معتكف في المسجد وهي في حجرتها تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاعتكاف ليلا. حدثنا مسدد، حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. عمر رضي الله عنه في الجاهلية قبل الإسلام نذر أن يعتكف الليلة في المسجد، فبعدما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفي بنذرك، ما زلت قد نذرت والآن أسلمت، أوفي بنذرك. وفيه أن الاعتكاف قد يكون بغير صيام، لأن الليل ليس وقتاً للصيام، فيكون الاعتكاف يقع ولو كان بدون صيام، يمكث في المسجد
لتلاوة القرآن وذكر الله وعبادة الله عز وجل. باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء يعني خيمة فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن تضرب خباء أن تنصب خيمة، فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية الخيام فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن، يعني يريدن الأجر. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال، يعني ظن أنهن بسبب الغيرة كل واحدة نصبت خيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في ذلك العام، ثم اعتكف في شوال عشرا من شوال. فالمرأة إذا أذن لها زوجها أن تعتكف لا بأس، ولكن لا يكون فيه غيرة ونحو ذلك. باب الأخبياء في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية يعني خيام خباء عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وخباء حفصة أم المؤمنين، وخباء زينب أم المؤمنين، فقال: البر تقولون بهن، يعني يريدن الأجر، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب أي ترجع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها أي يردها حتى تصل إلى بيتها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، أي لا تسرعا على هونكما، إنما هي صفية بنت حيي، يعني أخبرهما أنها زوجته رضي الله عنها، فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل تظن أننا نظن بك سوء تخبرنا؟ وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن يوسوس لهما الشيطان فيظنان ظنا سيئا ويهلكا، فأخبرهما أنها زوجته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها.
وينبغي للمسلم أن يتجنب مواقع التهمة. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. حدثني عبد الله بن منير، سمع هارون بن إسماعيل، حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في 10 الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 10 الأوسط فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة أي سحابة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وما لان من الأنف وجبهته صلى الله عليه وسلم. باب اعتكاف المستحاضة. الاستحاضة جريان الدم في غير وقت الحيض وهو مرض. الاستحاضة جريان الدم من المرأة في غير وقت الحيض وهو مرض. أما الحيض فلا الحائض لا تدخل المسجد، إنما المستحاضة مريضة يسيل منها الدم في غير وقت الحيض. حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة يعني اللون أحمر وأصفر يخرج منها مع الدم، فربما وضعنا الطست وهو الإناء الذي تغسل فيه الملابس، فوضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يعني الاستحاضة يجري منها الدم في غير وقت الحيض مريضة ومع ذلك اعتكفت. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. ثم أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر قال حاء وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي رضي الله عنها لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة رضي الله عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها يعني حتى يردها إلى بيتها، فلقيه رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز أي مر، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني لما تخبرنا هل نظن فيك سوء؟ فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا يعني ظن سيئا فتهلك صلى الله عليه وسلم. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه يعني يدفع عن نفسه
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أم المؤمنين أخبرته حا أراد أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها، فأبصره رجل من الأنصار، فلما انصرف دعاه فقال تعال هي صفية أم المؤمنين، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليلة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دافع عن نفسه، يدرأ أن يدفع عن نفسه، دفع عن نفسه التهمة وأخبر أنها أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، أي دفع عن نفسه التهمة. باب من خرج من اعتكاف من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن ابن بشر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف العشر الأوسط فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا أي بجريد النخل، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته وهو ما لان من الأنف أثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد وابن سلام حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة أي الفجر دخل مكانه الذي اعتكف فيه، قال فاستأذنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تعتكف، فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فضربت قبة، وسمعت زينب رضي الله عنها بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ البر، يعني يريدنا الأجر، انزعوها أي القباب فلا أراها، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما، يعني إذا اعتكف بدون صيام في غير رمضان. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفِ بنذرك، فاعتكف ليلة. فالاعتكاف قد يكون بدون صيام إذا كان في غير رمضان، لأن الليل ليس وقتاً للصيام، فهو نذر أن يعتكف ليلة
فأمره بالوفاء صلى الله عليه وسلم. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد الله، حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه قال ليلى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد، حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني لتعتكف، فأذن لها، وسألت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها أي خيمة، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه أي المكان الذي يعتكف فيه، فأبصر الأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا، يعني أردنا الأجر، ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف 10 من شوال، يعني فإذا نوى الاعتكاف ثم بدا له شيء ولم يفعل فلا حرج. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، يعني إذا كان هو في المسجد ويدخل رأسه إلى بيته وهو داخل المسجد، يدخل رأسه في بيته وهو معتكف في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت ترجل أي تمشط النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وسلم. كتاب البيوع. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فالله عز وجل أحل البيع وحرم الربا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالباً، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. أحل الله البيع وحرم الربا. باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يكثر من الأحاديث، فالناس كانوا يقولون ذلك، فبين السبب، بين أبو هريرة السبب في ذلك: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقال أبو هريرة: وإن إخوتي من المهاجرين رضي الله عنهم كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني كانوا يتجرون، يشغلهم التجارة، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، كان يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهد إذا غابوا، أي أحضروا إذا غابوا، وأحفظوا إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار رضي الله عنهم عمل أموالهم، كانوا يعملون في مزارعهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسون، أي أحفظ حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا رعى ما أقول، أي حفظ ما أقول. وسدت نمرة كساء علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلي، جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. فبين أبو هريرة سبب حفظه للأحاديث، أنه كان مسكين لا يشغله شيء، يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحضر إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى، ففعل أبو هريرة فحفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا، وألحقنا بهم بمنه وكرمه، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، كل مهاجري أخ لأنصاري، يتعاونان على البر والتقوى. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه: إني أكثر الأنصار مالاً، فأقسم لك نصف مالي. قال لعبد الرحمن بن عوف: فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت، أي أحببت، نزلت لك عنها، أي طلقتها وتمت عدتها وتزوجها، فإذا حلت أي من العدة تزوجتها. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:
لا حاجة لي في ذلك. هل من سوق فيه تجارة؟ دلني على سوق فيه تجارة. قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأتى بأقط وسمن، الأقط هو اللبن المجفف وسمن. قال: ثم تابع الغد، ثم تابع الغدو أي الذهاب إلى السوق. فما لبث أن جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عليه أثر صفرة، يعني أثر طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار رضي الله عنهم. قال: كم سقت؟ يعني الصداق. قال: زنة نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. الوليمة، وليمة الزواج، سنة، لكن بدون إسراف، بدون مباهات، بما تيسر. شاة تكفي، وإذا لم يوجد شاة أي طعام. وأما المباهات والمفاخرة والتبذير هذا ممنوع. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فلما رجع، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، يعني زاد عنده أقط وهو اللبن المجفف وسمن، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، يعني أثر طيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هيم؟ أي ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار رضي الله عنهم. قال: ما سقت إليها؟ يعني الصداق. قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ اسم سوق، ومجنة اسم سوق، وذو المجاز اسم سوق، أسواقا في الجاهلية. فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس رضي الله عنهما. فالتجارة أحلها الله. باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فعلى المسلم أن يتعاطى الحلال ويتجنب الحرام ويتجنب الشبهات. حدثني محمد بن المثنى، حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حا أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا ابن عيينة، حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حا أراد أن يروي عن شيخ آخر. وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت الشعبي، سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حا أراد أن يروي عن شيخ آخر. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين
والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. فعلى المسلم أن يتجنب الشبهات، باب تفسير الشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى الشيء الذي تطمئن إليه. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين، حدثنا عبد الله، الله أكبر، الله أكبر.